ولد ميشيل رشيد في نوفمبر عام 1985 في الكويت. بعد يومين من ولادته علم والديه أنه يعاني من متلازمة الداون. كانت ردة فعلهم الأولى هي الصدمة، فلم يعرفوا ما هي متلازمة الداون وما عليهم فعله وأين يذهبون للمساعدة أو الحصول على المعلومات للتعامل معه. قبلت عائلته حالته واعتبروها كهبة من الله، وقرروا أن يعاملوه باعتيادية بقدر المستطاع. كانوا يتحدثون عنه للجميع ويأخذونه معهم إلى كل مكان، وأرادوا أن يعطونه فرصة في الحياة بالرغم من اعتقادهم أنه لن يستطيع إنجاز الكثير. عندما بلغ مشعل عمر 15، قرر والده جاسم أن مشعل يحتاج إلى ممارسة نوع من الرياضة، وأخذه إلى نادي المعاقين الكويتي لتعليمه السباحة. في البداية لم يقبل النادي مشعل لأن المركز معني بالإعاقات الجسدية، ولكن بعد العديد من محاولات الإقناع من جاسم وافق النادي من ممارسة مشعل للسباحة، ولكن بمرافقة والده وفي نفس الحارة من حمام السباحة وأن لا يبعد عنه أكثر من متر ونصف. بدأ مشعل ووالده جاسم بممارسة السباحة بالرغم من مشكلات القلب التي كان يعاني منها الأب جاسم. في عام 2002 رأى النادي أن مشعل أصبح سباحا ماهرا، وقام بإشراكه في الألعاب الأولمبية الإقليمية الخاصة بنفس العام في لبنان كأول ممثل لدولة الكويت في الأولمبيات الخاصة الذي يعاني من متلازمة الداون. فتحت تلك التجربة آفاقا جديدة في منظور مشعل وجاسم، فلم تكن لهم معرفة بالأولمبيات الخاصة، ولم يدركوا إمكانية المعاقين ذهنيا من تحقيق هذا القدر من الإنجازات. خلال المسابقة فاز مشعل بميداليتين ذهبيتين في السباحة الحرة. بعد عودته من الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة في إيرلندا عام 2003، تكونت عند جاسم ومشعل معرفة أعمق بالإعاقات الذهنية. قرروا بعد ذلك تأسيس الفريق الخاص لتوليد الوعي في المجتمع لمن يعاني من الإعاقات الذهنية مثل التوحد ومتلازمة الداون، بالإضافة إلى دعم ومساندة العائلات الذين يمرون بنفس الطريق الذي مروا فيه من قبل. كانت الأمور صعبة في البداية لتخوف العديد من العائلات من تسليط الضوء على ذريتهم الذين يعانون من الإعاقات الذهنية، ولكن مع تزايد المشاركة من قبل العائلات في الفريق الخاص حظيت القضية بقبول أكثر وبات الوعي بها في تزايد. بدأت وسائل الإعلام التواصل والاتصال بالفريق ودعوتهم للمشاركة في برامج التلفزيون والإذاعة المختلفة والصحف. بفضل جهود والده الدؤوبة وبفضل انخراطه في الرياضة بشكل عام وبالأولمبيات الخاصة بشكل محدد، تحسنت قدرة مشعل الذهنية والبدنية بشكل كبير. وعلى مر العشر سنين الأخيرة شارك مشعل في 6 ألعاب أولمبية إقليمية وعالمية في لبنان وإيرلندا وقطر ودبي وشنغهاي، وفاز ب5 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و3 ميداليات برونزية. ولإثبات مقدرته في الإنجاز اشترك مشعل في دورتين في القوس، وأصبح أول شخص يعاني من متلازمة الداون الذي يحصل على رخصة للقوس. اكتشف مشعل شغفه بالموسيقى والحياة، وعرف الناس بإمكانية المعاقين ذهنيا من الإنجاز كأي إنسان عادي. يطلق على أحدث مشاريع الفريق الخاص رحلة الأمل. سيبحر مشعل وجاسم و6 آخرين إلى واشنطن دي سي، وسيتوقفون خلال الرحلة التي تستمر لمدة 6 أشهر عند أكثر من 30 دولة شرق أوسطية، شمال أفريقية، أوروبية وفي القارة الأمريكية. هدف الرحلة التي تنطلق تحت رعاية صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو زيادة وعي المجتمعات بالقدرة الكامنة للذين يعانون من الإعاقات الذهنية، ولتثقيف عامة الناس كيفية وفاعلية إشراك المعاقين ذهنيا في المجتمع. سيقوم الفريق بإطلاق الحملات لتمويل منظمات المجتمع المعنية في جميع الدول الذين سيرسون فيها، وتشجيع التعاون العالمي بين جميع المنظمات الغير ربحية
الجماعات، الأشخاص والكيانات العامة المعنية في هذا المجال. لم يتوقع من مشعل الكثير حين ولد، ولكن من خلال ريادته في الرياضة والنشاط الاجتماعي أكد مشعل أنه عندما تؤمن بنفسك ويؤمن بك الآخرين لا شيء يعتبر مستحيل.